في ظل حملات التشكيك وفي ظل حملات التحريض وفي ظل حملات الظروف الصعبة الحقيقة خلال الفترة الأخيرة، يصعد النادي الأهلي في متأهلا إلى دور الثمانية بعد فوزه أو بعد تعادله مع نادي الهلال السوداني بهدف مقابل لا شيء. زي ما حضراتكم شفتوا خلال الأيام السابقة حملات تشكيك كثيرة وحملات تحريض كثيرة جدا وظروف صعبة ما قبل المباراة وأثناء المباراة، ولكن يظل الكبير كبير ويظل النادي الأهلي دائما عند الموعد في الوقت اللي بتحتاج أو بترى النادي الأهلي أو البعض بيرى أن النادي الأهلي بعيد عن الصعود أو عن التأهل، ولكن تعود أو يعود لاعيبة النادي الأهلي وجهازهم الفني ليصعدوا إلى الدور الثمانية في مهمة كانت صعبة جدا، ولكن صعد النادي الأهلي. ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس إدارته وللاعبيه هذه المباراة الصعبة جدا. ألف مبروك يا كابتن فتحي، ألف مبروك.